بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 86. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي في بعض قرابته: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الشيخ رحمه الله في سياق الكلام في أن التوالي والمحبة إنما تكون بموجب الإيمان لا بمقتضى النسب. الموالاة والمعاداة إنما تكون على الإيمان وعدمه لا على النسب فقط. ولذلك قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا الحديث يمشي على هذا الأصل، إن آل فلان يعني ناسا من قرابته صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ليسوا لي بأولياء، أي لا توالي بيني وبينهم ولا موالاة بيني وبينهم ما داموا على الكفر، وإن كانوا أقارب. ولكن في آخر الحديث قال: إن لهم رحما أبلها ببلالها. معناه أنه يجوز صلة القريب الكافر بالمال، صلته بالمال ومكافأته على إحسانه، صلته على قرابته إذا كان محتاجا، فإن هذا ليس من الموالاة. ولهذا لما جاءت والدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي كافرة، الوالدة كافرة، جاءت إلى ابنتها أسماء الصحابية الجليلة تريد منها عطاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمها جاءت وهي راغبة، يعني تريد الصلة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وهذا كما في قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فدل على أن الإحسان إلى القريب الكافر بالصلة أنه ليس من الموالاة، وإنما هو حق له بموجب القرابة.
والرحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. نعم، الأسماء التي علق الله بها الذم ليس لمجرد الأسماء والأنساب، وإنما للصفات التي يتصف بها أصحاب هذه الأسماء. فإن كان مؤمناً فإنه يعامل معاملة المؤمن، وإن كان كافراً يعامل معاملة الكافر، وإن كان فاسقاً مؤمناً فاسقاً فإنه يعامل معاملة المسلم العاصي. ولهذا قالوا إن الناس ينقسمون بالنسبة إلى المحبة والموالاة إلى ثلاثة أقسام: قسم يحب حبا خالصا وهو المؤمن المستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا يحب محبة خالصة. والثاني من يبغض بغضا خالصا وهو الكافر والمشرك، فهذا يبغض ولا يحب بغضا خالصا. والثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه وهو المؤمن العاصي، فإنه يحب لما فيه من الإيمان ويبغض لما فيه من المعصية. والأحكام معلقة، الأحكام معلقة بالصفات لا بمجرد الأسماء: المؤمن والبر والفاجر والعاصي والكافر، كل اسم له مقتضاه، كل اسم له مقتضاه من الولاء والبراء. نعم. قال: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. وهذا يدل على بطلان ما ينادي به بعض المغرضين والجهال اليوم من أنه لا يقال للكافر كافر ولا للفاسق والعاصي عاصي، ويعتبرون هذا أنه من الغلو ومن التطرف، وهذا إلغاء لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من تسمية الكفار كفارا والمشركين مشركين والمنافقين منافقين وأهل الإيمان مؤمنين، ويعامل كل بموجب ما يقتضيه هذا الاسم الذي يتسمى به أو الصفة التي يتصف بها. الله جل وعلا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذا معناه البراءة منهم، تسميتهم كفارا. لماذا تبرأ منهم؟ لأنهم كفار. قل يا أيها الكافرون، فتبرأ منهم ومن عبادتهم. فلا بد أن يسمى الكافر كافرا والمسلم مسلما والبر برا والفاجر فاجرا، لما في ذلك من الأحكام العظيمة والتميز، التميز بين هذه الأمور وعدم الاختلاط والتباس الأمور واختلاط الحابل بالنابل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. هذا كما سبق، لأن
في أن العبرة بالجنس لا بالأفراد. فإذا قلنا إن العرب إن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وإن الحاضرة جنس سكان الحاضرة أفضل من جنس سكان البادية، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في أفراد تلك الجهات من فيه خير كثير. العبرة إنما هي بالعموم لا بالنسبة للأفراد، فإن العرب أفضل من العجم من حيث الجنس، لكن من حيث الأفراد قد يوجد في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي ذكر في هذا الحديث لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، هو الذي بعث في الأميين وهم العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في العرب هم الأميون لأنهم ليس لهم كتاب، فسموا بالأميين، لا يكتبون ولا يقرؤون. فالله فضلهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمهم حتى كانوا علماء بدل أن كانوا أميين. لكن لا يفهم من هذا أنهم أفضل مطلقا من العجم، فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيمان والعلم فيصير له من الفضل أكثر من كثير من العرب. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. لما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه السؤال أشار إلى سلمان الفارسي وقال لو كان الإيمان والعلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء. فهذا يدل على أن فضل الله ليس حكرا على جنس، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن مجرد العروبة لا يقتضي الفضل من كل وجه، بل إذا اجتمعت العروبة والإيمان فهذا لا شك أنه أفضل. وأما إذا انفردت العروبة عن الإيمان فلا خير فيها، لا خير فيها. وكذلك العجم لا يذم العجم لذواتهم، وإنما يذمون لملتهم وما هم عليه. فإذا أسلموا وحسن إسلامهم وتعلموا زال عنهم هذا الذم وصاروا من خيار الناس، كما حصل لما يلحقوا بهم. وقد جاء من العجم ومن الأئمة في الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية من هو خير من كثير من العرب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل يدور مع الإيمان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وفيه صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد صدق وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في أن رجالا من أهل فارس برزوا في الإيمان وفي العلم، كما هو معلوم من كتب التراجم والتاريخ ومن آثارهم العلمية التي خلفوها. فها هو البخاري رجل أعجمي، وها هو سيبويه مبرز في اللغة العربية هو رجل أعجمي، أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة كان أعجميا كان فارسيا، وهكذا. فهذا مصداق لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا يعني في السماء لناله رجال من أهل فارس، يعني بجدهم واجتهادهم وإيمانهم، ولم يضرهم كونهم من العجم. والأصل في هذا قوله تعالى
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. نعم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذا فيه دليل على أن الله يحفظ هذا الدين ويهيئ له من يقوم به. فإذا تولى عنه قوم من العرب قد ييسر الله له قوما من العجم، لأن هذا الدين ليس للعرب وحده، وإنما هو للبشر كلهم، لبني آدم كلهم، البشرية كلها. فإذا أعرض عنه قوم فإن الله يقيض له قوما آخرين إلى أن تقوم الساعة، والله يهيئ لهذا الدين من يقوم به. بل ورد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة. نعم. مصداق ذلك في يعني الآية والحديث. نعم. في أن الإيمان لو كان عند الثريا لا تناوله رجل أو رجال من أهل فارس. مصداق ذلك فيما ظهر من الأئمة المبرزين من الفرس من الأعاجم، مثل الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري إمام التابعين، ومثل ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام الجليل وهو من العجم. نعم. وعكرمة مولى بن عباس، وعكرمة البربري مولى بن عباس كذلك. نعم. إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والعلم، في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب. نعم. كالإمام البخاري وغيره من المبرزين في علم الحديث، وابن ماجه والنسائي وغيرهم من رجال الفرس الذين من الله عليهم بالإيمان والدين حتى صاروا أفضل من كثير من العرب الذين لم يلحقوا بهم في العلم والفضل. هذا شيء معروف، وكتب التراجم حافلة بأسماء هؤلاء ومؤلفاتهم تشهد لهم. فأصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، البخاري وهو من الأعاجم. وهكذا، فالعلم والدين ليس حكرا على جنس من الأجناس، وإنما كل من قام به وصدق في قيامه به فإنه ينال هذا الفضل وهذا الشرف ولو كان من العجم. نعم. قال: وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة على ما هو معروف عند العلماء. نعم. وظهر في بقية الأجناس البشرية كالبربر والترك والروم وغير ذلك من برز في العلم والدين والإيمان والجهاد في سبيل الله عز وجل. وها هي بلاد الأندلس في أوروبا، الزهرة العظيمة التي ازدهرت في العلم والإيمان بسبب الفتح الإسلامي والجهاد، برز منها علماء من الأندلس وحركة علمية هائلة. نعم. قال: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. نعم. الفضل الحقيقي إنما هو بهذا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المتبع عربيا أو عجميا، والخذلان والذلة على من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عربيا. ف
فهذا عمه أبو لهب أنزل الله القرآن بذمه ووعيده، وأبو جهل المخزومي من أفضل بطون قريش، ولم ينفعهم نسبهم ولا ضر سلمان وبلالا وغيرهم من الموالي أن كانوا من سادات السابقين الأولين إلى الإسلام. فالعبرة ليست بالنسب ولا بالبقعة، وإنما العبرة بالإيمان والعلم النافع، الإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو مناط الفضل. نعم. قال: والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. هذه قاعدة أن العبرة بالإيمان والعمل، وبالإيمان والعلم والعمل، لا بمجرد النسب أو بمجرد المكان أو اللغة أو غير ذلك. المدار على العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، وهذا ما أعلنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. نعم. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. هذا عود على ما سبق في أن أهل الحاضرة في الجنس، جنس أهل الحاضرة أفضل من جنس أهل البادية، والسبب في ذلك أن البادية يغلب عليهم الجفاء وعدم العلم والغلظة في الطبائع، وأما الحاضرة فالغالب عليهم العلم والهدوء والتربي على الخصال الطيبة، هذا من حيث الجملة. أما من حيث الأفراد فربما يكون في البادية من هو خير كثيرا من في الحاضرة، فالبادية فيها منافقون والحاضرة أيضا فيها منافقون كما سبق وكما يأتي. فالعبرة ليست بالوطن، وليست العبرة بالنسب ولا باللغة، وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال، هذا هو المقصود من هذا الأمر. ولهذا نهي عن دعوة الجاهلية وعن التفاخر في الأحساب والأنساب، نهي عن ذلك لما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. وكما سبق أن الأسماء منها ما هو محمود كالإيمان والإسلام، ومنها ما هو مذموم كالكفر والنفاق والفسوق، لما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. نعم، هذا كما سبق أن الحاضرة في الغالب يكون أهلها أفضل من البادية، لأن الغالب أن الحاضرة يكونون أهل أدب وأهل تربية جيدة ورقة في الطبع، بخلاف البادية فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم
خشونة الطبع، هذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد في البادية من هو خير من الحاضرة كما تكرر ذلك. والشيخ رحمه الله يقول إن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا من أهل الحاضرة، هذا مما يدل على فضل الحاضرة على البادية، لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون مهذبا ومؤدبا وناشئا على حسن الخلق والآداب الطيبة، فلذلك يبعث الله الرسل من القرى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والقرى جمع قرية، وهي محل اجتماع الناس وسكنهم، من أهل القرى. وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتي، في أمها، في أم القرى. ولهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وهي أم القرى، لأن القرى ترجع إليها، فالقرى في الغالب لا بد يكون لها حاضرة ويكون لها إدارة ترجع إليها. وحاضرة القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة، وفيها بيت الله العتيق، فلذلك اختار الله منها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.